كفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا اهدنا وراجع بنا ثبت أقدامنا واجعلنا من المنتصرين على أعدائنا بفضلك كما قلت. وما النصر إلا عند الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة منه وبركاته. كنا قد تعرضنا لكيف أن الله جعل تعليمه إيانا لتصحيح مفاهيمنا خاصة. مثلا يقول كتب عليكم القتال وهو كره. تحدثنا في هذا المضمار عدة مرات بعد الآية اللي بالضبط 216 من سورة البقرة، تأتي آية 217 اللي هي متى ستليها في سورة أخرى التوبة أي براءة، آية 36 كيف وقع تعطيل العمل ب 217 لأن نسخت بآية 36 من التوبة. كتاب وادي القرآن هو يحدد تفكيرك وسلوكك، وإن إخواننا عبر التاريخ اللي عقلوا المفاهيم هذه هم الذين تعبوا في دنياهم وقد فتنوا، وبما منهم من انقلب على عقبيه خسر الدنيا والآخرة، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وهذا قادر الله فيه اليوم في مصر، يعني واحد جبان يعني دخيل علينا من بني صهيون ويخدم ما يخدم إلا بني صهيون، اليوم طالع علينا بعد ما قال دعانا إلى تبديل اجتهاد الدين ليعطل مفهوم الجهاد، لأنه عارف هو أخذ شرطة ليست لا تحق له. اليوم طالع علينا بشيء آخر، وقد أشرت إليه في المرة، قلت هذا مانيبيلاتور بيرفير نارسيسيك. ما هذا مانيبيلاتور؟ ما يعرف كان يحرك ضد الأمن. هو يدعي أنه يحفظ الأمن في مصر، هو دعوات قام بالانقلاب المشؤوم، قال لكي لا تقع حرب أهلية. الآن هو حقق كل أسباب الحرب الأهلية، لأنه اليوم المسلم الحر في مصر يرجع إلى حكم الله في سورة التوبة آية 36، وهنا تكون حرب أهلية، لأنه في مصر كثير من الناس يحملون تفكيرا فرعونيا منذ زمن، يقول لك مصر قد الدنيا. ايش معناها؟ معناها خاطب فينا بلغة الفراعنة، وجاء أجهز الفكرة هذه الكلب الفراعنة له، قال أنا طبيب اختارني ربي طبيب، خلقني طبيب وأنا أرى الحقيقة وأنا أعطيكم رشدة للحلول. أين الحلول؟ أنت في فشل ذرية، فشل وراءه فشل، وقال له ماذا؟ لأنك عدو المولى سبحانه وتعالى، أنت مانيبيلاتور تحرك الناس لأن أفكار ليست نظيفة، وكون الأمور الفكري عندهم ما تجب تكون يقارب الصفر، فترك الحيلة عليهم، اعتبروك أنت المخلص سبيون، وأنت النبي، وأنت الكل. أزيد ما جرش بني أنا ربكم الأعلى كما قال سيدك سيودوجك وجوه فرعون. نرجو توا للآية 217 في البقرة. فما ناس باش يقول لك هاو ماهوش القتال مش في كل أشهر، فما أشهر حرم لا قتال، لكن ساعة يعني هي مرحلة. احنا نعرف القرآن حين أسس هذا الدين على مراحل، حين حرم الخمر على مراحل، حين أسس للجهاد المطلق الجهاد الأبدي على مراحل. منها يسألونك يا رسول الله عليك الصلاة والسلام، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أي يسألونك عن القتال في الأشهر الحرام، قل وجوابه بإذن ربي في كلام الله العزيز، قل قتال فيه كبير. هذا من شراء الإنسان اللي يقرأ الآية دي يرى الإسلام يريد السلام لكن لا يتوفر السلام في كل الأزمان،
لأن أهل الباطل هم الذين يريدون السيطرة ويريدون الدكترة ويريدون يعني أن يسحقوا كل فرد، يقضوا عليه كل فرد الحرية، كل فرد ينطق بما لا يرضيهم. وتعرفوا أنتم من رأينا في العصور القريبة الستالينية واللينية والفاشية، ولما جاءوا تعرفوا هذوما أسسوا دولا كما تقول أنت توتاليتير، يعني ما يناقشهم حد. البيعة للليدر أمي، البيعة للحزب الموت اشتراكي، هو حزب لم يعلن عن الكفر، هم اللي تحسوه أغلبهم من اليهود، لكن ما لا أخفوا نسبتهم إلى اليهودية، وتعرف اليهودية ليست بدين لحد الآن، الدين الصحيح هو الإسلام. سيدنا إبراهيم عليه السلام ما كان يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان مسلم حنيفا مسلما. إذا لا دين إلا دين المولى سبحانه وتعالى، وهم تمرسوا مما عرفوه من حق فيما بقي من التوراة المحرفة من هدلهم، جعلوا بعض قراطيس يبيعوها بسعر ثمن بخس، وعرفوا العملية ورثتها الكنيسة. وتعرفوا الكنيسة في هذا المضمار كيف ما فعلت بالقيم وخاصة التوحيد، وكيف فعلت بالجنس، وكيف بالمال، وكيف فعلت بالسلطان، يعني تابوا كثيرا من هذه الفعال المشيبة. المفيد ربي بين أن الأربع الأشهر لكم هي رحمة من الله وريثها العرب منذ أمد، لكن ليس هذا الواقع هو يحدد الإسلام بحق في ميدان الجهاد. كما قلنا احنا اللي عرفناه قريب منا، يكفينا ان نطلع على شناعة وجود الاستعمار والكليانية، لأنه يفعل فعلهم ولا رد لهم. فالإسلام لابد ان يكون حقيقة في كل لحظة. وقت غاب الإسلام عن الساحة الدولية رأينا ما رأينا. لو قلبنا الصورة وكان الإسلام على خير حال، ما كان لهؤلاء أن يصنعوا بالبشر مسألة طويلة ومعقدة. المفيد أشير إلى ذلك. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. ويجوا نهايتهم أن يصدرهم حزب الشيوعي كالنهار، كان يمتد على العالم كله، كان يغضي الفتن، وكان يمول، وكان يهدد، من جملتهم تهديد يعني في زمان ملا في الستينات. تعرفوا كيفاش الشيوعية امتدت يدها حتى كوبا، وتعرفوا بالضبط ماذا وقع لكندي، وشنو الفتن اللي وقعت، والمشهد المفيد. احنا نوريه بغياب الاسلام كما هو الان الى في بعض الوقع في الارض، خاصة في الشام وفي العراق وكذلك اليمن وبعض الشيء في تونس وبعض الشيء في الله اعلم السودان. اما في مصر تبين تقول برنامج الاسلام الا من تحت، حتى حين يبرز، حين الشباب يتحقق من القرآن العظيم، وقتها هما أول الناس الذين سينتسبون إلى الجهاد الأبدي. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به، وكفر يكفر احتقاق به أشهر الحرام ويبين على كفره، يكون لا يعترفون بما وضعه الله كعادات لحماية الناس لثلث السنة، مدة ثلث السنة متقطعة، المدة ذيك فما وتر هو رجب وكذا متتالية ثلاثة أشهر، وكفر به والمسجد الحرام، وكفر بهذا القانون ولا بهذه العادة، والمسجد الحرام كفر بالمسجد الحرام يعني لأنه مكان مقدس. وهم
يعني يبني صور، هذا هو فعل الظالمين. ماذا فعلوا بتاريخ البشرية؟ هو تدنيس. ماذا قاوموا كل ما هو له رائحة من الدين ونعبوا الحزب الشيوعي ماذا صنعت إزاء الأديان، ولو كان الإسلام كان شكلية لكن خرب من دون هوى. والمسجد الحرام وخرج أهلي منه أكبر، هذا يتعرف فيه الصهيونية اليوم. كل من يجي ضده سواء كان في الولايات المتحدة ولا المملكة المتحدة ولا أوروبا المتحدة، كل من يجي ضده إلا تخرجه يعني من هنا، تخرجه من حقوقه كما فعلوا بأخينا رجاء قبل. الله ينصر ويسدد خطاه ويجعله صادق مع الله. وخرج آلي منه أكبر عند الله عند الله في حكمه، والفتنة أكبر من القتل. هذه الفتنة وهذه الفتنة تتكرر كل عام التاريخ، كلما غاب الإسلام تكررت هذه الفتنة. ولا يزالون يقاتلكم، هذه هي عادتهم، مش مش ينقطع عليها. لذلك وجب الجهاد الأبدي، لابد، لأنه ليس دوما ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوا متهما إخوانا في بقايا السلطة الفلسطينية، وآيات كيفاش كانت إخواتنا بقيادة أخونا أبو عمار رضي الله عنه، كانت قيادة مباركة. الآن أنا هو ما بقي من الحزب اللي قاده منظمة التحرير التي مارس فيها من أحسن الممارسات وغاض أثناء حياته الشرق والغرب، وكان كلما يجتمع إلا ويبرز دينه الحقيقي فيفتن الظالمين من عرب وعجم. هذا مشهد له الحمد لله. المبين اليوم السلطة الفلسطينية ليست مؤهلة باش تواصل الصراع بيننا وبين أعداء الله في الشرق والغرب. الأسدوم اختاروا أن يكونوا من الخوالف، هذا صحيح، إلا من رحم ربنا، واختاروا اتباعنا بالبقر، وكانوا من جملة المبتزين لأموال العرب والعجم. أعطيني اللي قاعدين يكتبوا توا كيف يعيشون، يعيشون بفتات يرميه إليهم بنو صهيون حتى تخفض جدوى الجهاد، وهذا ما حصل، وهذا ما تمسك به هؤلاء لحد الآن لم يستفيقوا من أخطائهم. ويتغضب الرحمن، لا محالة، لا سبيل إلى إنجاحكم إلا بالرجوع إلى قانون الرحمن الموجود في سورة التوبة، ولا وهي براءة، ونحن نتبرا منكم، هذا شيء ثابت، نتبرا منكم، لأنه لا جهاد إلا الجهاد الذي ابتلاه ربنا وهو دائم لا يخفت أبدا. ويزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إحنا لن يستطيعوا أن يردونا عن ديننا، لأن إحنا بيعتنا لله هي بيعة نهائية لا نقاش فيها ولا رجوع. إحنا ربي لا يقبل اللعب ولا يقبل نقض العهد، واللي يحب يقضي العهد كالسلطة الفلسطينية ومن داموا على هذه الحال فالعقاب قريب منهم، لأن الله يقول فلما أسفونا انتقمنا منه، أي فلما أغلبونا بالله لا مبالاة. قال وقال المنتدى العالمي وكذا وكذا المؤسسة العالمية وحقوق الإنسان هي كفيلة بإرجاع حقنا، أي حق يرجع بيد أن لا أخذ الذي أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. من أين يكون هذه الخزعبلات وهذه الشطحات حتى يردوكم عن دينكم استطاعوا؟ ومن يرتد منكم عن دينه ولو أعلنت إسلامك ولو مشيت المساجد ولا كلام، أي كيف تفهم الإسلام؟ تفهم الإسلام كلام؟ لا
يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أنتم تعرفيهم بس يستطيعوا أن ترتدوا عن دينكم. إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، ولذلك قلنا عجلوا بالتوبة يرحمكم الله فيموت شيئا. كنت في المركز اللي فيه وبقى المركز وشعالة يفتات محرم استقط منه لحم، وكل لحم نبت من سعت يعني هو أولى يعني يكون في جهنم ويبقى المصير فيموت وهو كافر. فأولئك حبطت أعمالهم يعني أصبحت أعمالهم غير ذات جدوى غير ذات بلاد طيبة، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا حكم الله تغير لا أنت ولا غيرك، هذا نزول بما هو ثابت بنسخ لما سبق. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله بما قضاه الله يوم خلق السماوات والأرض، خلق يعني في تدبير إلهي كل شيء مرتب، كل ذرة سواء كان نملة ذرة هي النملة ولا ذرة كما اليوم يقولوا ذرة في علم الفيزياء علم الحيل، كل شيء قدره الله تقديرا وأعطى للأرض أقواتها، وكل شيء تم كما أراده الله سبحانه وتعالى على خير الأحوال. احنا بعض الناس يقولوا العالم هذايا هو أفضل صورة لما يمكن أن يكون، هذا بس تعرفوا بعض الناس وصلوا إلى شهادة بتمام جمال الخلق. لذلك احنا لا نشك في الله لأن قلنا ليس الخلق دليل على الخالق، بل الخالق دليل على ذاته العلية ودليل على الخلق. لكن ضعاف الإيمان يلتجئون إلى البحث في الأكوان لعلهم يجدون ما ترتاح إليه أنفسهم ويقبلوا وتقبل عقولهم. المبيض نحن إن عند عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم. تركيز الدين القيم الذي يقوم بالحق ويقوم بشؤون الخلق على أحسن وجه هو هذا الدين الحنيف. لذلك قلنا الاستسلام لله هو الإسلام، لا استسلام بعدوان على الإسلام ولا إسلام بادعاء بأننا على الإسلام ولا إسلام بالرضوخ للعدوان، لا إسلام. يا ناس اللي تدعون الإسلام في الشرق والغرب أين أنتم من استسلامكم لله كلية؟ أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وتنصحوا الناس نسيتوا النصيحة لأنفسكم مريضة وعقولكم الخريبة والعياذ بالله. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذا قلنا الحرمية تعالى وصلهما اليوم حرم القتال، لكن هنا يولي القتال مفروض علينا. وقاتلوا المشركين كنيسة ولا صهيونية ولا عرب كرب اليوم يجيبوا البلاد وأرواحهم ولغيرهم، وقاتلوا المشركين كينا كاف ومشركين كاف. وقمنا احنا حرنا على الجيش المصري شنو هذا؟ لأنه ليس بجيش، هو أفعس حال من قومة من المرتزقة اللي قاعدين يسهروا عليه، هم بيادة قيادة الصهيونية، هم منار في قالبهم هو قالب صهيوني ولا يفكرون إلا على قياس ماذا يجنون من مراكزهم، يجنون البال خلود وهو شهرة وبأس شديد و
أملاك ممدودة، هذا تفكيرهم. كيف يكونون على رأس جيش؟ المصريين عامة يحترمونه ويقدسونه، وماذا خالد عمرو ولا هو يحييه ومجد فيه؟ اتق الله يا رجل، اتق الله. انت مكين مع اللي جوا، ما لا تشهد بالباطل. ليس هناك جيش في مصر، لكن سيبرز منه احراره، ويكون مكان بالنسبة لمصر أرض الكنانة، يكون كما حصل أو ما يقود إلى ما حصل في الشام. أحرار الشام بجندهم، سواء كانوا في الجيش الضال، الجيش المحترف في سبيل الشيطان، وإلا المدنيين، صح التعبير، اللي بعد فهموا الإسلامية لا تقضي على العدوان. فلا بد أن ما لا السلاح يعترض سلاح آخر حتى يقام الحق من جديد. إذا أرض الشام هي بصدد تطهيرها من الأوثان، علويين وغير علويين، وإيرانيين وغير إيرانيين. المفيد اللي كان سبب تم اللي في أرض الشام زمن بعيد هم الشيعة بكل ألوانها بما فيهم العلوية. وقلنا الشيعة هي لعنة يحملها ناس يدعون الإسلام. الإسلام دين واحد لا يقبل التجزئة. ليس هناك في الإسلام أهل سنة وأهل شيعة، ليس هناك إلا من استسلم لله بدون نزاع وبدون جدال وبدون تمويه وتلكؤ ويعني انحراف. أعلى الإسلام هو دين أقامه الله وارتضاه لنا، فلا سبيل إلى تحريف الدين أو إلى التنكر إليه ولا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة. يعني مش هذا اللي جاي من الولايات المتخذة لا نقاتله، لا يا سيدي. الولايات المتخذة قلنا هي بنيت على باطل، وأول من أسسها هم أهل فتن وأهل إجرام، تعرفوا هذوما ليجون بيباني، وبعد ما التحق بهم كل طامع وقالوا نكتشف ونكتسح الغرب على حساب الأصليين وهم الهنود الأمور. يعني وكان مكان من مجزرة ومن قضاء على جنس كامل جينوسيد. واليوم ترفع راسها وتقول أعلى قولوا يا ناس، يا حرارة أمريكا، الذي أنتم فيه الآن لا يرضي الرحمن. فإن أردتم إصلاح ما بينكم وبين الرحمن فلابد أن تعيدوا النظر في شأنكم. شأنكم شأن أهل خطأ على أنفسهم وعلى غيرهم، وشأن جماعة لا تؤمنوا إلا بالعنف وبالكفر بنعم الله وبالغطرسة والغرور والفرعنة وشراء الذمم، وأن لا يسلم من تجسسهم أي أحد كان من كان شرقا أو غربا. يعني يعلم عليكم يا من تدعون الحرية في دياركم الحرية، وأنتم معروفين في أعماق أبدانكم، مش علاقاتكم فقط، أبدانكم. الاستعمار الأمريكي هو دخل لأبدانكم ويطلع على كل أنفاسكم، أنفاس فاسدة إبليسية، فلا لقاء فيكم إلا بالرجوع إلى الله. كنتم في الولايات المتخلة أو كنتم في غيرها، لابد للأحرار أن يرجعوا إلى الرحمن ليسلموا من خطر عظيم من داهم. نحن على القرآن نحذر كل من يسمع قليلا من حكم الله وقوانين الله لعله ينجح في الفرار مما سيأتي في القريب العاجل.
وقلنا لحظة بين لحظة أخرى ستنقلب الموازين ويرجع الإسلام مهيمنا ولو في أرض ضيقة، لكنه بالمرصاد كل عدو لئيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض من أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. يعني فسطاط اللي يؤيده الله وفسطاط على النصرة، وإن شاء الله يكون زي كذلك في داعش، إن شاء الله يكون حالهم يقترب من إرضاء الرحمن، لأنه يعني ما يشاع عنهم أنهم في عنف كبير ربما لا مبرر له، وكثير منهم لا ثقافة لهم إسلامية. نحذر من عواقب وخيمة لمن سار على درب الجهل بالدين، ويقول اللي هو ينصف الدين. احنا لا نريد التلاعب بالمفاهيم وإخلال الموازين، نريد جماعة ربانية على نهج أهل محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك يكون النصر ثابت لنا، والحمد لله تعالى، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورحمة.